السلام عليكم ورحمة الله. إذا مرحبا بكم في تصحيح التمرين رقم 3 من الامتحان التجريبي الموحد للبكالوريا رقم 1. إذا التمرين رقم 3 هو تمرين في الأعداد العقادية. نعتبر في المجموعة سي المعادلة التالية: زد مربع ناقص جوج زد زائد جوج تساوي صفر. السؤال الأول: بين أن العدد زد واحد تساوي واحد زائد اي حل للمعادلة او، ثم استنتج الحل الثاني زد 2. إذا اللي كينبين أن واحد العدد حل للمعادلة، يكفي نبين أن هذا العدد أو هذا الحل هذا يحقق المعادلة. إذا شنو غادي نديرو؟ غادي نعوض الحل في المعادلة. إذا لنبين أن زد حل للمعادلة أ. إذا غادي نعوضو زد أن في المعادلة، يعني شنو غادي تولي؟ زد أن مربع ناقص جوج زد أن زائد جوج تساوي، إذا نكتبو لتحت لأن ما قدناش المسافة. إذا شنو غادي نديرو؟ غنعوضو زد أن بالقيمة ديالها. إذا واحد زائد إي الكل مربع ناقص جوج، إذا زد أن كذلك واحد زائد إي زائد جوج، نديرو تساوي هنا. إذا تساوي هنا غادي نديرو النشر. إذا هنا متطابقة هامة، واحد زائد إي الكل أس اثنان، إذا هي واحد أس اثنان، واحد زائد جوج إي زائد إي مربع ناقص ماذا؟ هنا كنديرو النشر، ناقص واحد في جوج هي ناقص جوج، ناقص واحد في زائد إي هي ناقص جوج إي زائد اثنان. إذا شنو عندنا؟ ناقص جوج مشات مع ناقص جوج، جوج إي مشات مع جوج إي، بقات لنا واحد، و إي هنا مربع راه هي ناقص واحد، إذا تساوي صفر، وبالتالي زد أن تحقق المعادلة. إذن زد واحد حل للمعادلة أ. الشق الثاني ديال السؤال: ثم استنتج الحل الثاني. إذن واحد المعادلة ملي كيكون عندها حلان، فالحلان زد أن وزد دو حلان مترافقان. إذن زد أن وزد دو حلان أو عددان مترافقان. ما معنى مترافقان؟ أي أن زد 2 كتساوي زد 1 بار. إذن كنعوضو زد 1 بالقيمة ديالها اللي هي واحد زائد إي، واحد زائد إي بار هي واحد ناقص إي. إذن زد 2 كتساوي واحد ناقص إي. السؤال الثاني: بين أن زد أن تساوي جدر جوج بي على ربعة وزد دو جدر جوج ناقص بي على ربعة، يعني غادي نحددو الكتابة المثلثية أو الشكل المثلثي للعددين العقديين زد واحد وزد جوج. إذن لنبين أن زد واحد كتساوي جدر جوج بي على ربعة. إذن أول حاجة كنحددو جدر جوج اللي هي المعيار ديال زد واحد. إذن زد واحد راه كتساوي لنا واحد زائد إي. إذن المعيار ديال زد واحد هي المعيار ديال واحد زائد إي، أي الجدر المربع ديال واحد زائد، هنا كنديرو واحد زائد واحد مربع، أي المعامل ديال واحد ديال إي. إذن واحد مربع زائد واحد مربع هي جدر جوج. إذا لقينا جدر جوج، إذا زد واحد كنعملو بهاد جدر جوج. إذا اللي عملنا بالنسبة لزد واحد فغتبقى هي جدر جوج على جوج زائد جدر جوج على جوج إي. إذا الزاوية اللي القوس ديالها والسين ديالها كيساوي جدر جوج على جوج هي الزاوية بي على ربعة. إذا
زد واحد كتساوي لنا جدر جوج الكوس ديال بي على أربعة زائد اي سينوس ديال بي على أربعة. إذن جدر جوج المعيار و لارغومون اي العمدة كتساوي لنا بي على أربعة. الان غادي نلقاو زد دو، زد دو يمكن لي نستنتجها مباشره من زد ان. اذا حنا كنعرفوا بان اذا اللي نبين ان زد دو كتساوي جدر جوج ناقص بي على أربعة. اذا كنعرفوا بان زد جوج كتساوي لنا زد ان بار. شنو كيعني هذا؟ كيعني بان المعيار ديال زد جوج كيساوي لنا المعيار ديال زد بار، والمعيار ديال زد بار هو المعيار ديال زد واحد، إذن هو جدر جوج. كذلك لارغومون ديال زد جوج يوافق لارغومون ديال زد ان بار بترديد دو بي، وعندي علاقة ما بين لارغومون ديال زد ان بار ولارغومون ديال زد ان. إذا عندنا لارغومون ديال زد ان بار شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ناقص لارغومون ديال زد ان بترديد دو بي. إذن ولارغومون زد ان عندنا معروفة اللي هي بي على 4، إذن ناقص بي على 4 بترديد دو بي. طيب الحال كان ممكن نلقى زد دو بالطريقة اللي لقيت بها زد ان. إذن زد دو كتساوي جدر جوج ناقص بي على أربعة. نمر الآن إلى السؤال رقم ثلاثة في المستوى العقدي المنسوب إلى المعلم O O1 O2. نعتبر النقطتين A المرتبطة بالعدد العقدي Z1 و B المرتبطة بالعدد العقدي أي صورة العدد العقدي Z2. حدد طبيعة المثلث OAB. إذن خصنا نعرف المثلث، واش هو مثلث متساوي الأضلاع، متساوي الساقين، أو قائم الزاوية ومتساوي الساقين. إذن باش نعرف هذه القضية هذه خصني نحدد نحسب المسافة أو A المسافة أو B ونحسب الزاوية. إذن نحسب المسافة أو A. المسافة أو A هي المعيار ديال زد A اللي هو زد A ناقص زد O. المعيار ديال زد O راه كيساوي صفر، إذن كتساوي لنا المعيار ديال زد A. سبق لنا باش حسبناها هي جدر جوج. كذلك او بي، او بي شنو كتساوي؟ كتساوي لنا المعيار ديال زد بي اللي هو زد جوج ناقص زد او. زد او كذلك كتساوي صفر، اذا هي المعيار ديال زد جوج هي جدر جوج. اذا او انا كتساوي او بي، يعني المثلث متساوي الساقين. دابا نحاول نشوفوا الزاويه. الزاويه ماذا؟ الزاويه او ا او بي. اذا راح نحسبوا احد قياسات الزاويه او ا او بي، شنو كتساوي هذه الزاويه؟ هذه كتساوي لنا هي لارغومون او توافق لارغومون ديال اج، لارغومون ديال زد بي ناقص زد او على زد ا ناقص زد او بترديد دو بي. إذن توافق ماذا؟ توافق لاكيمو زد أورا ما كيناش راه صفر، إذن زد دي على زد أ. إذن توافق، إذن لاكيمو زد بي على زد أ هي لاكيمو ديال زد بي ناقص لاكيمو ديال زد أ بترديد دو بي دائما. سبق لنا باش حسبنا لارغومون ديال زد بي اللي هي ناقص بي على 4، وحسبنا لارغومون ديال زد ان اللي هي بي على 4، اذا ناقص بي على 4 ناقص بي على 4 بترديد دو بي. اذا ناقص بي على 4 ناقص بي على 4 ناقص بي ناقص بي ناقص 2 بي على 4 كنختزلو بعدد جوج تيبقى لنا ناقص بي على جوج، أي أن الزاوية أو أ أو بي هي زاوية قائمة، وبالتالي كخلاصة المثلث أو أ
ب قائم الزاوية في O ومتساوي الساقين. ننتقل إلى السؤال الموالي، السؤال الأخير، حدد التمثيل العقدي للدوران R الذي زاويته P ومركزه E. منتصف القطعة AB ثم استنتج أن RA تساوي B. إذا غنحددو التمثيل العقدي للدوران أو كتسمى الكتابة العقدية للدوران. إذا الكتابة العقدية للدوران باش نحددها خصني أولا نحدد اللحق ديال إي اللي هي منتصف القطعة AB. إذا كيفاش كنحددو لحق منتصف قطعة؟ إذا عندنا زد إي غنعتبروها هي اللحق ديال إي، إذا هي زد أ هي زد واحد زائد زد بي هي زد جوج على جوج. إذا بهذه الطريقة كنحددو اللحق ديال منتصف قطعة. إذا واحد زائد إي زائد واحد ناقص إي على جوج. إذا إي ناقص إي صفر، إذا واحد زائد واحد هي جوج، جوج على جوج واحد. إذا اللحق ديال إي كيساوي لنا واحد، وبالتالي فالكتابة العقدية، إذا التمثيل العقدي للدوران هو ماذا؟ إذا كنت تكتب على شكل زد بريم ناقص اللحق ديال المركز اللي هو اي، إذا زد اي تساوي او اي ديتا، ديتا هي زاوية الدوران اللي هي في الحالة بي، زد ناقص زد اي. نعوض زد اي القيمة ديالها، إذا زد اي كتساوي لنا واحد، إذا زد بريم ناقص واحد، او اي بي شحال كتساوي؟ إذا او اي بي راه هي الكوس ديال بي زائد اي سينوس بي. إذا الكوس بي راه هي ناقص واحد وسينوس بي صفر، إذا او اي بي كتساوي لنا ناقص واحد، إذا هنا ناقص واحد عامل زد ناقص واحد. إذا إلا نشرنا فغتجينا زد واحد زد بريم ناقص واحد نديوها للطرف الثاني، إذا شنو غتولي؟ غتولي ناقص واحد في زد هي ناقص زد، وناقص واحد في ناقص واحد هي زائد واحد، وهاد ناقص واحد اللي دينا للطرف الثاني غتولي هي زائد واحد أي زائد جوج. إذا هذه هي الكتابة العقدية للدوران الذي مركزه إي وزاويته بي. في الشق الثاني ديال السؤال استنتج أن إر أ كتساوي بي، إذا لنستنتج أن RA تساوي B. إذا شنو غادي نبينو؟ غنبينو بأن صورة A بالدوران بهذا الدوران هي B. إذا غادي نقلبو على Z بريم ولقاوها هي Z جوج اللي هي اللحق ديال B. إذا Z بريم تساوي ماذا؟ إذا كنعوضو Z بZ A اللي هو Z واحد زائد جوج. إذا كنقلبو على الصورة ديال أ، إذا زد واحد راه هي ناقص عندنا واحد زائد إي زائد جوج، إذا ناقص واحد ناقص إي زائد جوج، إذا ناقص واحد زائد جوج راه هي واحد ناقص إي، وهذا هو زد جوج، وبالتالي فهو زد بي. إذا RA تساوي B.